السلام عليكم. كما وعدناكم بانه في هذا الصيف غادي نبقاو غير في المبردات، كل مره نوع جديد في المبردات. الناس بزاف تيكومونتيو ليا على بغاو لا كلاص ما يكونش فيه السكر. حنا اليوم جبنا لكم لا كلاص ما فيهش السكر، ما فيهش البيض، ما فيهش لا كريم، صحي. اشنو اخرى مالك؟ انتم غادي تشوفوا كل شيء. مالين الريجيم؟ ايه مالي الحميه. الحميه غنصوب لكم واحد لاكلاص اللي تقدروا تاكلوه انتوما ولادكم بلا حتى شي مشكل، الكبار والصغار. الكبار والصغار ما كاين حتى مشكل، ما يضر ما والو، وتاكلوا فيه الكميه اللي بغيتوا. اجي شكون جاب لك هذه الفكره؟ شكون قال لك بغيت الكلاص بلا سكر؟ انتيا على هدية كتنقص من السكر، ما كاتبيش السكر فيما كندير لاكلاص، ما كتاكلو شيء. قلبت ليها على لاكلاص اللي بلاص تقدر تاكل فيه اللي بغات. بغات بغيت الكلاص ديال الحميه، ديال الحميه وغير بالفروي هذا، ما فيه لا. خلي التفاصيل عن تحت تشوف. بون ندخلوا مباشره للصلب الموضوع. هلا انا هنايا خديت السوريز، حيدت لي العظم ديالو. هادي هي وقته دابا، وقت السوريز. خديت المونغ، حيدت ليه لابو ديالو، قرطو درتو في الكونجيلاتور. قطع صغيرة ودارو في المجمد. الفريز خديتو، هذا راه مجمد، هذا راه درتو في المجمد، هذا راه كونجيلاتور. عندنا أي كلشي الناس في الدار تيكون عندهم فواكه. عندكم هاد الفروي، أنا درت هاد الفروي. تقدروا ديروا البطيخ، الدلاح، الفرومبواز، أي فروي. أناناس، أي فروي كتاكلوه فري تقدروا تجمدوه، وملي غادي يجمد عاد غادي نرجع لكم باش نقول لكم كيفاش غادي نديروا فيه لاكلاص ديالنا. دابا هذا مازال ما تجمد، هذا مازال ما تجمد، باقي فري. كما قلنا على هاد لي فخوي درناهم تكونجلاو، اللي هما الفريز، السوريز، راه السوريز دابا موجود، والمونغ. يعني درنا هاد الفواكه كلها تجمدات. تجمدات عاد غادي نخرجوا منهم لاكلاص. وانتم غادي ديروا اي فروي، غير هما تيبغيو ماكيناتكم جهده روبو، اولا بحال هاد الماكينه، اولا عندكم ماكينه ما يكونش الموس ديالها صغير، شي ماكينه يكون موس كبير باش يتحكم في، حيت هادشي كونجلي. غادي نديرو هاد السوريس ديالنا، هنايا عندي انا 500 غرام ديال السوريس. الفاكهه كتكون مجمده من المجمد. المجمد اللي هنا، هنايا كناخد عادي عندي انا اصل الاصل ديال الاكل. عسل الحر. حر. فوالا عادي. هاهو عندي جوج معالق غادي ندير هنا. جوج معالق كبار. جوج معالق كبار. في نص كيلو. في نص كيلو. حنا دابا كنحلوها غير بالعسل. وهاد وهنا عندي هاد الكاس غادي نعمر عليه بالماء، غادي ندير شوية تنخلط العسل. نخلطو مع الماء مزيان. إلا لقيت شي كوبيت العسل فوق هاد الفرن الكونجلي، غادي تحجر ليا فوق منه. أنا غادي نخلطو. نحرك مزيان هاد العسل مع الماء، غنبقي يطلق تيولي بحال تيكستي ديال الماء. فوالا ونكمل عليه. أنا الكاس كنعمرو بالماء. فوالا هاد الكاس فيه جوج معالق كبار ديال العسل، أي عسل عندكم، العسل حر ومزيان. هاد الكاس كنكبو على هاد الفروي ديالي باش يجينا هاد الكلاص صحي. هو باش كيتحلى. باش يجينا صحي نستعملو العسل. بسم الله. دوز واحد ميبا واحد دقيقة ونص صافي، كنحل عليه الماكينة. طحان مزيان. غادي نردو، غادي نخويه هنايا. اسمح لي هادي، هو طحن مزيان مع لاكلاص ديالنا. بسم الله. عجيب. دابا هاد لاكلاص غادي نردو للكونجيلاتور. دابا هذا صافي ما غاديش يبدا يقصح بزاف، ما طحناه. ها هو نعاودو نرجعو للمجمد. نردو للمجمد. شو هاد اللون ديالو كيكيشهي؟ تيجي زوين هذا. هو السوريس ناتور، ما فيه لا برودوي لا سكر لا حتى شي حاجة. طبيعي 100%. 100%.
واخا كل واحد ما تياكل كاع لي كلاص ولا ما تياكلش السكر ياكل هذا. شوف انا راه على كلاص ديالي اي لا كلشي ديالك حنا خدينا لك شي حاجه حنا ذوقينا مع المي كاتبي تاكلي ذوقينا وصافي ما تنساش صافي ذوقكم وصافي انتما كتسمعوا انا نصوب وهي تاكل ديالك كلشي ديالك شتو كي كيشي دابا غادي نردو الكونجيلا دابا ديال السوليزا هو درناه دابا غادي نديرو ديال الفريز وما كيمشيو بكاع الطريقه بحال بحال كما دابا الطريقه غير هو كيما قلت لكم يكون داكشي كونجلي غنديرو جوج معالق ديال العسل ممكن نكتفيو غير بمعلقه وحده وعلى حسب الحلاوه ديال الفروي والحلاوه اللي كيبغوا الناس عندنا الاختيار عندكم الاختيار نتوما اللي تحكموا في العسل الحامض هو الحامض دائما فيما نديرو شي حاجه ديال الفروي خصنا نديرو معاها الحامض يعني هذاك الكلاص اللي درنا ديال السويس حتى هو ديروا فيه شويه الحامض حتى هو ديروا فيه الحامض علاش الحامض الحامض هو اللي كيطلع لينا ولا شويه الحامض هو اللي كيطلع لينا اللوغو ديال الفروي ممكن تزيدوا ليه دابا مازال ولا لا فلاش لا كلاص ديال السويس وي ممكن دابا هذا غادي نخوي في هاد شويه الحامض يخوي مع هنا بسم الله واو تايشي انتما شوفوا هذا ديال الفريز ومازال يتجمد اكثر من مازال غادي يدخل الكونجيلاتور هذا ديالنا حنا صحاب الحيمي ياك اللي بغاكم انتما واللي ما كياكلش السكر ذوقوا هذا كيشا هذا لك الكلاص ديالنا واعر هذا ديال الفريز راه كيبغيو الناس ياكلوا لا كلاص وكيخافوا من داك لا كريم والحلاوه لا كريم لا والو شفتوا غير واحد القضيه الحلاوه نتوما اللي كتحكموا فيها الا كان شي فروي محمض زيدوا شويه العسل يكون بزاف تقدروا ديروا ثلاثه د المعالق حتى اربعه د المعالق على حسب الحلاوه ديال الفروي حيت عندك الحق كاين الفاكهه اللي كتكون شويه مسوسه كتكون فوالا وكاين اللي كتكون حلوه دغيا كيبان فيها بحال الفروزنيت كاين اللي تيكون حلو هو ما كيشهيش هذا الكلاص هلا ندخلوا دابا المجمد صافي دابا هذا يدخل المجمد هذا المونك نفس الطريقه فوالا العسل جوج معالق ثاني ديما كنديرو شويه الماء حتى يطلق لينا العسل هنا فوالا لا كلاص ديال المانغ ديالنا شوفو كي تيجي ليس دابا الى المجمد خصوصا الى كان داك المانغ يكون ديال ما فيهش الخيط مزيان راه وقتو هادي المانغ موجود وما غاليش مبردات طبيعيه صحيه هادي طبيعيه 200% ما فيهاش صحيه دابا غادي ندخلو المجمد تيجمد عاد نوريكم كيفاش غادي نسربيو لا كلاص ديالنا بعد ما بات ها هو تكونجلا وراه طحناه معكم وعاود دخلنا للكونجيلاتور باش يشد هذا ديال ها انتما فريز المونك و السوريز وقت السوريز هذه واحد الحاجه الشيف ضروري تصوب لينا واحد الكنال يشوفوا الناس كيفاش درتي ليها نصوبوا كنال دير هكا راه لي واحد المعلقه كبيره والماء حيت المشاهدين غادي يقولوا لي كيفاش درتي هذا الكنال واخا انا غادي نوريكم كيفاش تصوبوا الكنال لا تندوز على من الجهه الاخرى باش تبان انا حاط هنايا شويه ديال الماء كونجلي غادي نحيدو كناخذ الكويير ديالي كنديرها كناخذ الكويير ديالي كنديرها في الماء حتى يبغيو هاد لا تكنيك اللي كدير واو الا كان الماء سخون كان احسن انا درت غير الماء بارد كدير بحال هكا صافي وكتعطي الكونير هاد لا كونير كتجي احتفافيه ياك باش ما كدوره وهي كتولي كتبري
هذا هو الكلاس ريجيم بلا بيض بلا لا كريم بلا سكر بلا حليب لا ما فيه والو والو سميتو الفروي او الفاكهه ديالنا هكا اصحاب الحيمياء رائع رائع بحال الكيكه تحطهم في الفنادق وفي المطاعم انا كنحطو بورسيون فيه ثلاثه من هادو افيك ان بيتي ديكو بسم الله هلا سيدي بالصحه والراحه الله يعطيك الصحه يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشارك في القناه هذا ديال واش نكمل ولا لا هذا ديال المونك حتى هو تعجبني ديال المونك غاني وانا كتاكل الفاكهه كتاكل الكلاص ديال الفاكهه وكتذوق الفاكهه بمعنى الكلمه يلا اشتركوا في القناه نقرأ الجرس هذا خصكم تجربوا اعجاب وحطوا تعليقات ديالكم الناس اللي كيديروا الرجيم خصهم يجربوا هذا الله لازم ماك غادي يولي صراحه سي مانيفيك غادي يولي معتمد عندهم ولا جربتوه راه ما تندموش عليه بصحه وردوا علينا الخبر يلا بالصحه والراحه